فاطمة الزهراء من كازا 22 سنة. شحال نتوما على علاقة؟ خويا قريب 5 سنين دابا. قريب 5 سنين، وشحال هادي ما تشوفتو؟ حيت مع الظروف الخدمة وهادي راه دابا شي قول شي 6 شهور ما تشوفناش. 6 شهور ما تشوفتو، وناوي هاد الزواج إن شاء الله؟ هو راه حنا درنا الخطوبة إلا كثر. درتو خطوبة؟ واخا عطيني النمرة ديالها، زيرو قيد؟ زيد زيد الو السلام عليكم فاطمة الزهراء. الو اختي فاطمة الزهراء. شكون معايا؟ راسي مبارك، راه خرج فينا زهير هنا ماشي واش متأكد من النمرة ديالها؟ واخو 70 في الاخر ياك. الو السلام عليكم. استاذ بخير. فاطمة الزهراء المدام ديالي. نعم فاطمة الزهراء المدام ديالي اخويا. اسمح لي اخويا، بقى معايا سي مبارك. سي اخي استاذ، انا ما عرفش سميتك، راك معنا على المباشره استاذ، شرفنا بك استاذ. عبد العالي اخويا، مرحبا بك معنا سي عبد العالي، راك معنا في برنامج، راك معنا على المباشر، مرحبا بك. نعم عبد العالي من فاس، بقى معنا السي عبد العالي، بقى معنا السي عبد العالي من فاس. يعني فاطمة الزهراء الزوجة ديالك؟ يعني الزوجة ديالي راه ديجا مخطوبين لا يعني دايرين عرس ولا عين مخطوبين؟ لا يعني العقد، راه دايرين العقد. دايرين عقد مع كورونا ما درناش شي عرس ولا العقد. هكاك واخا، بقى معايا السي عبد العالي الله يجازيك بخير، حنا ندوزو للسطوندار ونرجعو عندك السي عبد العالي. نعم بقى معايا حنا نرجعو للسطوندار ونرجعو عندك، بقى معنا على الخط. مرحبا خو الحاج. الو السي مبارك. السيدة مزوجة وحداها رجلة. هادشي اللي كنسمع اخويا، عرفتي راني كنرجف انايا، راه راك في 5 سنين وانا وياها، ودابا تقريبا عام وانا خاطبها. انت خاطبها وهو خاطبها؟ ايه، وفي خبار دارهم وفي خبار والديها وفي خبار كل شيء، راه مايمكنش نعرف. خطبها خطوبة رسمية؟ مشيت لدارها، المهم ودير الخطوبة على حكم الخدمة ديالي، فهمتي؟ يعني ما نقدرش ندير العقد دابا. خطبها ومشيت عند دارهم وهادي ورجلنا المسائل ديالنا، ودابا هادشي اللي كنسمع انا راني تصدمت. ولكن هي كتواصل معاك حاليا؟ كندويو ديما عادي، غير قبيلة قطعت عليها، كنا كندويو غابي. اليوم؟ هي اليوم اخويا كنا كندويو غابي، غير هادي تقريبا شي جوج سوايع قالت لي غادي نمشي معاك. ولكن دابا هذا اللي كيهضر معانا راجلها، عطاني تا فين ساكن وعطاني السميه ديالو، قال لك دايري العقد. داكشي اللي كنسمع اخويا، ما عرفتش انا هادشي واش هاد الناس كيضحكوا عليا، واش ما فهمتش انا. تقدر تدوزو لي اخويا ساعه؟ بقى معايا نشوفو هادشي هذا. انت مأكد خطبها؟ اي مأكد اخويا، انا مشيت لدارهم الكازا وديت والديا وخطبناها وهضرنا ورسينا الكلمه، وهاد الناس هادو ما فهمتش انا. اوكي بقى معنا نشوفوا هاد الحريرة هادي. الو السلام عليكم سي عبد العالي. بس خويا الحاج بالنعمة خويا. مرحبا بك اخويا معنا. خويا شو سميت اخويا البرنامج ديالك؟ دير سعيد خربوش، ومرحبا بك معنا احنا على المباشر. دير سعيد خربوش. شكون عطاك اخويا الحباب المدام ديالي؟ انا غادي نقول لك، عيد دير الاسم ديال الصفحة ديالنا ومرحبا بك معنا، انا غادي ندوز لك الشخص اللي معنا. اوكي انا غادي ندوزو لك. الو استاذ. الو سي مبارك، ها هو معك اخويا السيد سميتو عبد العالي. الو اخويا، هاك هيا ها هو معك اخويا الحبيب. اخويا اش كتقول انت؟ ما فهمتش انايا.
مازال اخويا رانا متزوج هذا اخويا الحبيب راه ما حنا متزوجين اخويا شكون انت يا اخويا واش كتهضر على فاطمه الزهراء اخويا انا راني خاطبها هذه عندوز هذا الله يرحمه فاطمه الزهراء اخويا راه هضر على فاطمه الزهراء المدام ديالي راه صافي شي 5 شهور دابا حنا متزوجين اخويا اخويا انا راني عام هذه وانا خاطب هذا دوز لي فاطمه الزهراء الله يرحم لك الوالدين نتوما راكم كتضحكوا عليا فاطمه الزهراء واش انا اللي كنضحك كيضحكوا عليا السيده انا كريشن هذه السيده انا هذه عام وانا خاطب هذا كتضحكوا عليا ريحي خبطت دابا اخويا الحبيب اخويا غير سمعني دابا نهضروا غير بالعقل فاطمه الزهراء عام وانا خاطبها كتسمعني ولا ما تسمعنيش عام هذه وانا خاطبها كتعرفها منين جابني خويا من وجدة سولها عليا قول لها مبارك راه غادي تعرفني سولها عليا راه غادي ندعيكم الخيانه الزوجيه هذه تويا واخويا انت اللي راك كدير الخيانه الزوجيه تويا اللي كتضحكوا عليا واش مني كتهضر ولا السيده كنقول لك واش انت تقول لها انت غتقول لها هذه عام وكتقول لي لا الفكره ماشي راه يسر ولا كيتبغي انا غنخلي ضربها في الدليل وغنخصها بحالتها ونجي نديها دوز هذه اخويا نهضر معاها الله يرحم لك الوالدين وسير في حالك سير في حالك اخويا الحبيب الله يرحم الوالدين الليله غندوز عليها العذاب الليله اخويا الحبيب دوز لي اخويا فاطمه الزهراء ما تهضرش معايا دابا بقى معنا السي مبارك انت خاطبها انت خاطبها وهو كيقول خاطبها اخويا انا عارف انا السيده اخويا متزوج نعم اخويا عام وانا خاطب السيده الشهور هذه ما شفتهاش على حكم الخدمه ديالي انا خدام بعيد وراك عارف يعني مشي السي مبارك مشيتي لدارهم وخطبتيها من دارهم اخويا ديت والديا من وجده وحنا كنتكرفسوا دار كازا وراني دافع لها ودافع لها في اللوطه وانا كنوجد للعرس وكنوجدوا للخطوبه وكنوجدوا للمسائل وهاد السيد هذا كيهضر كيقول لك انا خاطب لا السيد ما تلوموشي السي مبارك السيد ما عنده حتى دخل في هادشي هو ما كيعرفكش السي مبارك هو ما عنده حتى دخل في هادشي ما كيعرفكش وما عارفش شنو كاين والسيده كنقول لك دافع على سي عبد العالي سي عبد العالي خليه يهضر سي عبد العالي انت تعرف انه كاين خليه يهضر تفضل اخويا بن مجوفي خسرتو على هاد البنت نعم بن مجوفي خسرتو على هاد البنت دافع لها في اللوطه وشريت لها الخاتم وكنتقاتل وكنطيح وكنوض باش نخطبها باش نديرو العرس ديالنا في اقرب وقت حتى انا ناوي مع الخطوبه مع العرس السيده تقول لك انايا راه خاطبها واش راه ما يمكنش هادشي راه ما كيدخلش للعقل اخويا هادشي انت فين عرفتيها اخويا فين شفتي عمك شفتيها شفتها فتحها في المغرب راسي ولا راه 5 سنين وانا وياها واش كتضحك على راسك ولا شنو قلت لها لي اخويا ما تهضرش معايا انا اخويا راه مشيت خطبت مع عند والديها وجبتها للدار البيضاء جبتها للدار البيضاء انا حنا دابا في الدار البيضاء راني مع راسي دابا اللي راه خصني نعرف شكون انت السي مبارك السي مبارك السي عبد العالي السي عبد العالي السي عبد العالي حنا هادشي ما كنديروش شي مخباع ولا شي حاجه حنا رحنا على المباشر السي مبارك السي عبد العالي حتى هو راه ما تلوموش لان السيد مشى خطب المراه قبلت عليه جابها لدارو جابها لدارو عادي خدم عقلك السي عبد العالي السي عبد العالي السي عبد العالي لا سي مبارك السيد كيقول لك مرتو ما يمكنلكش ندوزها لك وما يمكنش هو يدوزها لك لا لا السي مبارك لان السيد في الذمه ديالو داير معاها العقد ديالها حنا بغينا عين تاكدوا من الامور لان السيده قالت انت خاطبها وهو خاطبها ما عرفنا حتى شنو كاين دابا بجوجكم اسمع دابا بجوجكم خصكم تخدموا العقل ديالكم لا ما يمكنش لا ما يمكنش السي مبارك وراك تونا 5 سنين وانا وياها وهادي عام وانا خاطبها صاحبي قول لها 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 صبات عليك ولا شنو نصب عليك شوف اخويا سير اخويا عطينا الله يرحم بابك سير اخويا تحياتي لك السي مبارك لا السي مبارك السي مبارك عيس معنا اصاحبي دابا انت ما خصكش تلوم السي عبد العالي ما خصكش تلومو كاع هو ما عنده تدخل في هادشي دابا انت عتمشي عند عائلتهم عتهضر مع عائلتهم ولا شي حاجه ولا بقى معايا السي عبد العالي كيفاش مبارك وانت
ولا دات لي الدار 5 سنين وانا كنخدم وكنستثمر ودافع عليها في اللوطو وشاري لها. المهم خصها حتى شي حاجه معاها اللي طلبتها كنصيفطها لها وانت كتشوف اخويا تحكوا عليا. اللوطو الخوت اللي ما كيعرفش اللوطو هي الطوموبيل هي السياره. الناس ديال الشرق كيقولوا اللوطو. اي 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 لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بقى معنا السي مبارك بقى معنا السي عبد العالي. انت خويا بعيد على هاد الامور هادي حيت السيد غير بغى يتاكد لان السيد راه من قلبه كيهضر والسيد خاطبها راه ما بقينا فاهمين حتى حاجه حتى حنايا في البرنامج. نعم انما انا الزوجه ديالي سميتها فاطمه الزهراء. يعني ما شاهد ما كان هو هي اللي بقيت كتبكي وكانت نعم. دابا شوف السي عبد العالي دابا السيد ها هو وحدك كيعاود لك كل شيء ما كاين ما يتخبى. قول لي اخويا الحبيب اش اسمك البرنامج وغادي ندخل نشوف البرنامج. مرحبا بك. شوف اشوف السي عبد العالي هو راه عنده هو اللي عطانا النمره ديال اللي باش كنهضروا معك دابا راه هو اللي عطاها لنا. صافي هو صوني فيه دابا. السي مبارك السي مبارك اتصل بعبد العالي وتفهموا بالقاعده وتفهموا بشويه اخويا راه حتى حاجه ما تستاهل. لا السي عبد العالي السي عبد العالي السي عبد العالي الو السي عبد العالي سي عبد العالي انا كنقول لك حضر عقلك هنايا راه حياتك اهم من كل شيء. ماشي سي عبد العالي دابا انت كتلوم مبارك راه ما عنده راه براسو ما عارفش راه كيعيط على نيته دابا راه تفاجئ راه السيد كي والسيد كيرجف فهمتي ولا راه السيد كيرجف كيترعد وكيبكي يا صاحبي الا كنت انت سي عبد العالي راه هو راه ما فاهم والو. على العموم سي مبارك سي مبارك اتصل بعبد العالي وتفهموا بشويه اخويا. خويا انا نعم السي مبارك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. راه حشومة هادشي يكون والله الا حشومة بقاو. حول ولا قوة. سي عبد العالي تحياتي لك اخويا. السي مبارك اتصل بعبد العالي وفهم.